اذكر يلا هذا موقف، اذكر بالمتوسط السور مال المدرسه يوصل لهني، فراح اسمع في يوم رحت بشقح شفت السور قصير استحيت كان بديت الصف مره ثانيه. اما تصفق ما عنا والله وش فيها سالفه عنا موجود بعدين شنو قول؟ قول عادي ما يزعل ما يزعل لا تزعل حبيبي. سنه اولى تمثيل سايرنا يحيى الفخراني فاحنا عندنا امتحان ارتجال محمد صفر احنا كلنا مرتجلين صغار محمد صفر نسى الحوار واحنا متحمسين انه بنسوي الامتحان فجاه شلون ارتجل شلون نفسها اغمى عليه زين الحين انت اغمى عليك انت عندك اللاين احنا ايش بنسوي؟ والله ارتجال ارتجال صار هذا موقف سوري محمد حبيبي سلم تكفى موقف والله ما تذكر؟ ليش منفس علي؟ لا عادي انا انا قاعد اسالك وايد عادي. موقف انا تغربت زي الدفعه. وين؟ درست في السعوديه درست في الاردن. بالاردن. ثالث يوم في الدراسه، ثالث يوم في الكلاس جالس اتذكر ارجع خلينا نشوفها مدرسة الانجليزي تكلم ولا اسمع ان الكرسي يتهز فيه فعلى بالي اللي وراي يهز الكرسي فقدرت وجهه اشوفه لقيته هو كله يهتز والكرسي يهتز خليت الفصل كله يهتز زلزال اوف اول مره في حياتي احس ان شاء الله ان شاء الله مو ان شاء الله مو ان شاء الله اخر مره مو ان شاء الله اخر مره بديله شيء زين بغيت ادعي عليه عدت عبد الله عطنا موقف اتذكر ماكو كله سواد وجه الدراسه ما شطاره الطياره